السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان. ايوا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم البنات غندير معكم واحد الصوبه اللي هي زوينه وصحيه وكتعطي المناعه البنادم، خصوص للدراري الصغار كتعطي لهم واحد المناعه اللي هي زوينه وصحيه. غادي ندير لكم هاد لا صوب، يعني ما فيهاش شي حوايج كتار. غادي دابا نقدم معكم المقادير. عندي هنايا البنات كما كتشوفوا هنايا، انا راني خويته هنايا على حسب كل وحده، على حسب الاشخاص اللي عنده في الدار. هذا البنات لي لونتين غوج، هذا لي لونتين غوج، هذا هو كما كتشوفوا راه كيتباع في القابسه بحال هكا. وهذه درت فيها جوج مرات حتى ثلاثه المرات، مهم على حسب الاشخاص اللي كيكونوا في الدار. ها هو البنات لي لونتين غوج، مكتوب عاود بالعربيه هنايا. هذا هو كما كيبان لكم، عرفتوش كيبان لكم واضح ولا لا؟ دير بحال العدسه البنات، المهم بوينو العدس مقشر لي لونتين كيقولوا له. وهنايا البنات عندي القرعه الحمراء، القرعه الحمراء راه فيها واحد الفوائد اللي هي زوينه بزاف ومفيده، وحنا ما كان يعني ما كنديوهاش فيها، هي راه زوينه وصحيه. الناس راه كيديروا بها، يعني كيديروها مع كيسلقوها، يديروها عصير، يديروها مع البطاطا هكا الدراري الصغار، كتجي زوينه وصحيه. عندي هنايا القرعه، عندي هنا جوج جزرات، وعندي هنا اربعه الفصوص ديال الثومه، بصله كبيره، حبه تاع بصل كبيره، وعندي هنايا ربطه تاع قزبر ومعدنوس. المهم غنجيب الطنجره، غنجيب الطنجره ونخوي فيها كامل هادشي. غنقطع هاد البصيله هادي. المهم غادي ندير معكم واحد الفيديو غير عشوائي صافي بحال هكا. غديروا القطع كبار ماشي مشكل، حيت من بعد غادي نطحنوها. والله البنات كتعطي واحد المناعه، غير جربوها وعطيوها لوليداتكم وكتجي زوينه وحلوه، يعني ماشي شي حاجه غادي تجي باسله ولا زوينه. واللي ما عندوش هاد لي لون هاد لا لونتين هذا يدير، تقدر يدير هكا كويس صغير نتاع الجلبانه ديك اللي هي كنديروا بها المساره، يدير غير كويس صغير هكا مع القرعه وهذا يكتفي به. غير اللي دار هذا، هذا زوين، هذا للدراري الصغار صحي. انا بصراحه كنت كنلقاه وما كنتش كنشريه، حتى ولات لي واحد البلجيكيه قالت لك هذا علاش تبقاي ديري هذا، كنا كنهضروا عليه واحد النهار قالت لك تبقاي ديري هذا لوليداتك، قالت لك واش كطيبي هذا؟ قلت لها لا، قالت لي هذا راه زوين الدراري الصغار تبقاي ديريه لوليداتك. صافي من ديك الساعه ملي جبتو جربتو، وفي الحقيقه ملي جربتو جا زوين، ولا كتعجب له البطاطا يزيد حتى حبه صغيره نتاع البطاطا. انا ما غاديش ندير، وكتبوا لي شي تعليق يكون زوين الا عجبتكم. الجزارة غادي نديرها غير هكا الاخر ديالها بوش داك القلب ديالها بحال هكا، تقطع غير عشوائي صافي. شوفا البنات راه الطنجرة ديالي كتشطح، خارج لها شوية لكاع، انا نخدم وهي تقلقز راه كضحك عليا، لا لا كتشطح نيشان. حنا اليوم البنات الشتاء عندنا نهار كامل، غادي تكون نهار كامل، حتى راجلي مشى يخدم رجع، ما يعني ما غاديش يقدر يخدم حيت الشتاء. غادي نزيدو هاد الربيطه هادي تاع قزبر ومعدنوس، غنقطعو غير كبير هكا، حيت كلشي هادشي غادي تطحن في الاخير منين يطيب، يعني ما كان علاش غادي هاد الموس كيدبرني في يدي، ندير بهذا احسن. كيساعد في التقطاع،
هذا البنات غادي نغسلو، غنجيب واحد الفيره صغيره نغسلو حيت غير نقصيتو ما غسلتوش. دابا خصني نغسلو، اي حاجه يابسه خصها ضروري تغسل. صافي دابا نخويو ونقول هكا. ودابا البنات نرويو بالماء، المهم دابا غادي نديرها على البطاطا طيب، من بعد ما طيب غادي نتلاقاو ونشوفو كيفاش. المهم البنات هذه هي لاصوب من بعد ما كطيب، كتجي على هذا الشكل هكا. دابا غادي نزيد لها شويه الزنجبيل وشويه زيت البلديه وشويه الكمون ونزيد لها شويه الملحه ونطحنها. من بعد ما نطحنها غادي نجي غادي نشوفوا الشكل ديالها النهائي كي كتجي. المهم البنات هذه هي لاصوب اللي وجدت معكم اليوم، ها هي كتجي على هذا الشكل هكا وكتجي حلوه وبنينه البنات، ما فيها حتى حاجه، درت فيها غير شويه الزنجبيل، هذه كما كتشوفوا شويه السودانيه درتها من الفوق، درت فيها غير زيت البلديه والزيت، درت فيها شويه تاع زيت البلديه والسكنجبير وشويه واحد شويه تاع القرفه وشويه الكمون والملح، هذاك الشيء ما درت فيها وطحنتها. المهم جات بنينه، ما نتمنى تجربوها راها زوينه. وهذا الدجاج البنات شويتو، درت معاه شويه الزعتر وشويه فليو كما كتشوفوا، هذه خدي راس سلقتها صوتتها شويه في المقله مع زيت البلديه. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الوصفه، هاد الوصفه اللي درت معكم اليوم. ما تردوش البنات جربوها، وإلا جربتوها وعجبتكم ما تنسوش تبارطاجيو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم، وخليو لي شي تعليق يكون زوين وديروا لي لايك، واللي جديد في القناة يشترك باش يوصلو كل جديد. وكندير معها الزيت أرغان البنات، كندير يعني واحد المعلقة هكا نخلطها معها مزيان. وشكرا البنات على التعاليق ديالكم، شكرا بزاف، وبسلام عليكم إلى الفيديو المجيء إن شاء الله. سلام.